صورة له ببدلة الضربة القاضية وأخرى وهو يرقص، من بين 50 صورة على بطاقات أعلن ترامب عن طرحها للبيع في فيديو نشره على حسابه في تروث سوشيال. Hello everyone, this is your favorite president Donald J. Trump with some very exciting news. By popular demand, I'm doing a new series of Trump digital trading cards. مجموعة من بطاقات التداول الرقمية تحمل اسم أمريكا أولاً. ثمن البطاقة الواحدة 99 دولاراً، واعداً من يشتري 15 بطاقة فأكثر بالحصول على هدية، وهي بطاقة حقيقية مزينة بقطعة من بدلته التي ارتداها أثناء مناظرته الأخيرة أمام بايدن. ترامب قال إنه سيقوم بتقطيع بدلته وسيزين بطاقات الفائزين بها، 5 من تلك القطع فقط ستحمل توقيعه. ليس هذا فحسب، المرشح الرئاسي قال إن تلك البطاقات المادية ستكون كقطعة حقيقية لهواة الجمع وكهدية يمكن لصاحبها أن يقدمها لعائلته وأطفاله وأحفاده كقطع من التاريخ الأمريكي على حد قوله. هدية أخرى أعلن عنها ترامب لمن يشترون 75 بطاقة رقمية، وهي حضور حفل عشاء مع ترامب في ناديه للغولف بولاية فلوريدا.